أكدت وزارة التربية والتعليم سعيها المستمر للارتقاء بمستوى المدارس الحكومية والخاصة والوصول بها إلى مراحل متقدمة من القدرة على دعم وتعزيز أداء الطلاب والطالبات في التحصيل العلمي. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم على أبرز العوامل التي ساهمت في تحقيق المدارس أداء متميزا في العام الدراسي الماضي. هناك الكثير من العوامل التي جعلت من العام الدراسي طبعا المنتهي عاما استثنائيا بكل المقاييس. فلا يخفى عليكم انه العام الذي ياتي بعد عامين من جائحه كورونا وما شهدته الانظمه التعليميه في مختلف دول العالم من تحديات في مواجهه هذه الجائحه، وبالتالي هذا فرض واقعا على المدارس الحكوميه وعلى وزاره التربيه والتعليم والقطاعات المختصه بعمليه التخطيط للعام الدراسي بان تضع نصب عيونها في المرحله الاولى معالجه أي فاقد تعليمي نجم عن جائحة كورونا. فكان هناك طبعا تركيز واضح على المواد الأساسية التي طبعا مسها الفاقد التعليمي مثل اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم وبقية المهارات الأساسية. هناك تركيز على طبعا اللغة الإنجليزية باعتبارها عامل أساسي جدا في المرحلة ما بعد الجامعية وأيضا لسوق العمل. فتم استحداث طبعا برامج لطبعا تعزيز مهارات الطلبة في اللغة الإنجليزية مثل امتحانات الآيلتس والتوفل لأول مرة تنفذ في وزارة التربية والتعليم.